أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، العالم من أخطر ما يواجهه العالم بخاصة الدول النامية اليوم وأزمة الغذاء وتبعاتها، وهو ما يدفعنا لتوثيق الشراكة العربية الصينية في مواجهة هذا التحدي عبر تعزيز أطر التعاون متعدد الأطراف لتطوير الاستجابة الدولية السريعة والفعالة لحاجات الدول النامية، والعمل في إطار التعاون جنوب-جنوب لتطوير الزراعة والصناعات الغذائية ونقل وتوطين التكنولوجيا وبناء القدرات وتحسين البنية التحتية في المناطق الريفية ونقل تكنولوجيا الزراعة ونظم الري الحديثة المستدامة. ولقد أثقلت هذه الأزمات كذلك كاهل دولنا وموازنتها الحكومية، وهو ما يتطلب دفع المجتمع الدولي لتخفيف عبء الديون على الدول التي تعاني من ارتفاع فاتورة استيراد الغذاء والطاقة، مع العمل على تعزيز تعاون النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد وإعادة صياغة أطر حوكمة الاقتصاد الدولي والمؤسسات المالية الدولية لتكون أكثر عدالة وشفافية، فتشمل الجميع ولا تستبعد الدول النامية وتكون أكثر استجابة للتحديات التي تواجهها تلك الدول، وأن يعاد تركيز مهامها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفي القلب منها القضاء على الفقر. ورغم التحديات العالمية التي أشرت لبعضها والاستقطاب الدولي الحاد، نجحت الرئاسة المصرية للقمة العالمية للمناخ COP27 في إقناع المجتمع الدولي بالتوصل إلى توافق حول عدد كبير من الأمور الحيوية، على رأسها إنشاء صندوق الخسائر والأضرار والاتفاق على خطوات جادة لتفعيل وتنفيذ التعهدات الدولية الخاصة بالتمويل، إضافة إلى إجراءات التكيف والتخفيف، وذلك على نحو متوازن. وأنني أثق في أن تعاوننا جميعاً طوال فترة الرئاسة المصرية سواء ثنائياً أو من خلال منتدى التعاون العربي الصيني سيكفل تنفيذ التعهدات الدولية الخاصة بالبناء، وعلى رأسها تلك المتعلقة بالتمويل من جانب الدول المتقدمة.